اتضح انه المطلوب فعلا هو اسمه فريد ابراهيم الغطريفي مواليد اسكندريه قسم محرم بيه. وعلى هذا الاساس قررنا حبسه 4 ايام لحين. حبس 4 ايام؟ حبس 4 ايام ده ايه؟ يعني كده هو اللي احم ولا دستور؟ مش عارف ايه الحكايه الاول. جرايه فريد 9 سنين نسيت كل اللي عملته ولا فاكرنا احنا نسينا؟ تنسوا ايه وانسى ايه يعني؟ انا مش فاهم حاجه. في حكم غيابي صادر ضدك بالاعدام. اعدام؟ اعدام 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 اللي هو يعني تحب افكرك الحكم ده كان ليه ولا افتكرت؟ الرقاصة اللي قتلتها؟ نوال. نوال؟ انا قتلت نوال؟ نوال مين؟ نوال مين؟ واعدام ايه بيه؟ انا محمد عز المحامي حاضر على المتهم. يا عم في عرض جاي النبي تتنيل وتصبر. بقول لك اعدام ورقاصه، تقول لي متهم؟ بتعمل ايه بيه؟ افندم خد شاويش على الحبس. يا ابني خدنا على فين؟ حبس ايه؟ اتفضل قدام. اوعى ما تقول له حاجه يا بيه احسن يصدق ان هو. اتفضل ما تقول حاجه. محمد عز المحامي حاضر على المتهم. اسكت ده على اخوك. شرب حبايبي عبد الجواد. امشي يا شيخ. احنا ما عليناش حاجه بالمره. احنا بعيد عن كل شبهه. لازم اعصابكم تبقى زي الحديد والا هنروح في داهيه كلنا. احنا ما عملناش حاجه واحنا مالنا؟ انتوا بتخرفوا شعبان الزلقه نفسه هيروح فيها؟ هتبلغ علينا. شعبان ايه يا معوري؟ شعبان انتهى من الوجود خالص. واللي اتقبض عليه فريد كل الاوراق بتثبت كده. اه مظبوط. الثبات مطلوب. انا شخصيا هروح له الحبس عشان اخبر اعصابه. فريد قريبنا لازم نقف جنبه في الورطه اللي هو فيها. زيقة الرقاصه بقى تبقوا عارفين انه قاتل رقاصه وتغنوا لي فيها. ما يهمكش جمد قلبي. اجمد قلبي لحد امتى؟ لحد ما الاقي عشناوي يطير رقبتي. ولا هيطيرها ولا حاجه. المحامي عامل معاده وهيعينه محاكمتك تاني. محاكمتي تهمه ايه؟ تهمه قتل الرقاصه؟ طبعا. طبعا ده ايه؟ هو انا قتلتها؟ هو انا عارفها خالص؟ يا فريد هتتعدل. هتتعدل؟ هتتعدل لغايه امتى؟ ما تكونش الجدع اللي جالي ده هو فريد. علي جدع؟ واحد جالي كده بناء قال انه فريد. انا افتكرته نصاب. يبقى فريد عايش. هو فريد يبقى عايش ما ماتش. يا فريد ما تخليش الصدمه تهزك. اقول لك فريد عايش تقول لي يا فريد انت بتتكلم عبيط ولا عبيط؟ انا يا عم هعترف. يا روح ما بعدك روح. انت اخينا اللي بره. عايز ايه؟ انا عايز اعترف لوكيل النيابه دلوقتي اهو. يا فريد يا فريد انا فريد بلا زفت. انا عايز اقابل وكيل النيابه دلوقتي اهو حالا. هجيب لك وكيل النيابه منين دلوقتي؟ الصبح ان شاء الله. اتفضل معايا على الحبس. يا سعادة البيت أنا عمري ما كنت فريد. أنا شعبان واد غلبان تافه من عامة الشعب. ما أعرفش حاجة. أقتل إزاي؟ ده أنا ما أعرفش أتفرج على فرخة مذبوحة. جم قالوا لي اعمل فريد عشان خاطر حكاية الورث والفلوس. إنما أنا شعبان وجاي واحد بدقني كده هو فريد الغطريفي. أنا عمري ما كنت فريد. أنا شعبان. ما تقول له عبد الجواد. لا حول الله. لا حول الله يا رب. أقول له أقول له اللي أنا شعبان تقول لي حول الله يا رب. قولوا لي يا ست الأدماء قولوا لي أنا بقى مين. اهدى يا فريد مش كده اهدى. قول له مجاوري يبقى مين؟ قول له ساكت ليه؟ ايوه انت اللي تعرف كل حاجه. قول لهم بقى انا بقى مين؟ انت كريم يا رب. يا انت كريم يا رب. هو اللي طالع عليك كمان ده يا سعاده البيت. اسمع يا فريد احنا واخدين على الونطه دي كويس. انت عايز تفلت من عداله؟ خد شويش على الحبس. حبس ايه؟ حد تجديد المحاكمه وتأييد الحكم. لا حول الله. اتفضل اتفضل روح. يا اخوان انا شعبان. اتفضل انا شعبان يا اخوان. حرام عليكم. لا مؤاخذة يا شويش أنا عايز أروح دورة المية. وده وقته؟ أمال وقته إمتى يعني؟ حبك دلوقتي عايز أروح. اتفضل يا سيدي. Thank you.
سمحت يا شويش. اتفضل.